السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا في قناة جريك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. الحقيقة متابعينا الكرام كالعادة هناك عدة أخبار مهمة وتفاصيل شيقة يجب علينا أن نشاهدها. بداية سنتكلم عن ما يحدث في العالم، بعدها سنتطرق إلى أبرز المواضيع السياسية في الجزائر. البارح في خلال اليوم العيد متابعينا حدثت أشياء غريبة وعجيبة في العالم. سنشاهد ما حدث في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مكة المكرمة وفي أول يوم عيد الفطر. أيضا متابعينا سنشاهد ما يحدث في مصر، هناك شيء غريب جدا، يعني أنا شفت من قبل صور لنساء ورجال يصلون مع بعض جنبا إلى جنب، ولكن اليوم متابعينا راني زدت شفت فيديو لهذه الظاهرة في مصر، والعجيب أن هذه الظاهرة تحدث فقط في مصر، يعني لا توجد أي دولة عربية أخرى فيها هذه الظاهرة. راح نشوفوا متابعينا بعد قليل هذه الأحداث ونعلق عليها مع بعض بعد قليل. في الأخبار العالمية متابعينا هناك فيديو يتم تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وفي العالم. الفيديو لجسم غريب يظهر في السماء كأنه نيزك قادم للأرض ليدمرها، وهذا الفيديو تم نشره بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك حبيت اليوم متابعينا نشره معكم ونشوفوا صحة هذا الخبر، يعني هل هو حقيقي أم مفبرك؟ أيضا في الأخبار متابعينا اليوم سنكشف لكم تورط أحد الدول العربية وأحد قادة ورؤساء الدول العربية بدعمه لجيش الاحتلال بالأغذية والمعدات ضد فلسطين. هناك فيديو يوثق بالدليل أن هناك دولة عربية ترسل معونة لجيش الاحتلال، فبعد قليل متابعينا راح نشوفه وراح نكشف لكم هوية هذه الدولة، فابقوا معنا لمعرفة التفاصيل. في الأخبار أيضا متابعينا وكما تشاهدون في هذا الخبر، تبون وأردوغان يتفقان على تنسيق مواقف بلديهما لدعم فلسطين، يعني هناك توافق بين الرئيسين وهناك اتفاق بخصوص هذا الموضوع، وبعد قليل سنعرف تفاصيل أكثر وأدق بخصوص هذا الموضوع. أخيرا وليس أخيرا متابعينا في أبرز عناوين الأخبار لنهارنا لهذا اليوم، ولأول مرة سنعرض عليكم متابعينا القاعدة الجوية والعسكرية للجيش الجزائري وبعنوان تتعدى حدودك ينتهي وجودك مع الجزائر، وهذه رسالة لحفتر ومن يدعمه من الخلف من دويلات الإمارات، قاعدة محملة بأقوى الطائرات النفاثة والمروحية العسكرية، فابقوا معنا لمشاهدة التفاصيل. كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل. لذلك قبل أن نفعل ذلك أتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي معلومة مهمة، ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. في تفاصيل الأخبار لدينا متابعينا هناك فيديو مؤسف جدا لما يحدث في المملكة العربية السعودية في أول يوم للعيد الفطر. شاهدوا ما يحدث هناك متابعينا من تلوث ورمي للنفاث، وأين متابعينا؟ في المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة كما ستشاهدون الآن متابعينا في هذا الفيديو. والله حرام يا جماعة الخير تتركون المكان بهذا المنظر، يوم عيد وبهذا المنظر وبالمسجد، النظافة من الإيمان، ويوم عيد مزري، منظر مزري، اترك المكان أنظف من مكان. والله حرام المنظر ذا، حرام المنظر ذا. شوفوا أبو يصور، والله منظر مزري مخزي. اترك المكان كما كان. اي والله. أيضا متابعيني بخصوص ما يحدث وما حدث في العيد، هذه الصورة متابعيني كما تشاهدون هي في مصر لنساء يصلون بجانب الرجال في صلاة العيد، يعني من المعلوم خاوتي في الدين الإسلامي أن هناك في الدين، يعني في الدين لازم يكونوا الرجال في الصف الأمامي والنساء في الصف الخلفي، ولكن كما تلاحظون في هذه الصورة، وهذه خاوتي شفتها من قبل، يعني شفتها قبل سنوات والآن أراها مجددا، يعني كل عام يعاودوا يديروا هذه الظاهرة، تلقى النساء يصلوا بجانب الرجال في أول أيام العيد، وهذا غريب خاوتي. الآن لدي سؤال لكم، لماذا يصلي النساء والرجال بنفس المكان صلاة العيد في مصر؟ إذا كانت لديكم إجابة اكتبوا لي رأيكم في التعليقات حول هذه الصورة. أيضا متابعينا هناك صورة يتم تداولها بشكل كبير على منصة التواصل الاجتماعي للملك المغربي وهو يرتدي جلبية العيد، والغريب متابعين أن هذه الجلابية يعني لا فرق بين جلابية المرأة في المغرب وجلابية الرجال كما تلاحظون في هذه الصورة.
على متابعينا في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك صحفي مشهور جدا نشر هذا الفيديو وقال متابعينا كما تشاهدون في كاليفورنيا أمريكا هذا مقطع مجنون، أجزاء مما كان يمكن القول أنه أحد أعظم الأماكن في العالم أصبحت الآن تشبه دولة من دول العالم الثالث. هذه ليست مبالغة، هذه هي الحياة الحقيقية. يعني بالفعل متابعينا شاهدوا هذا الفيديو وشوفوا وأعطوني رأيكم كيف يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت وكيف كانت في السابق. هذه كاليفورنيا خاوتي. بخصوص الدولة العربية الخائنة متابعينا، هناك من داخل قطاع غزة هناك أحد المقاومين يكشف لنا تورط أحد الدول العربية في دعم الاحتلال. هناك بالدليل متابعينا بالفيديو، بقايا جنود الاحتلال بغزة تكشف إحدى الدول العربية التي كانت تمول الحرب على غزة بشكل مباشر. شاهدوا هذا الفيديو خاوتي. طبعا انسحب الجيش، انسحبنا الدبابات، المهم لقينا في أكل ورا الجيش، طبعا هذا باكيت اللي هو شاورما نباتية اسمها، هذا خبز صاج بالعبري مكتوب عليه. تمام، مشان القصة اللي لفت انتباهي اني لقيت هذا المنتج، هاي زي ما انتم شايفين صناعة مصرية، مدينة 6 اكتوبر مصر، وتحيا مصر. بخصوص الجسم الغريب الذي ظهر في السماء متابعينا، هذا الفيديو يتم تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي كما راكم تشوفوا خاوتي. خلال يوم واحد فقط حصل هذا الفيديو على أكثر من 3 ملايين مشاهدة، ويعني كما راكم تشوفوا خاوتي هناك يبدو أن هناك نيزك في السماء قادم. فهذا الفيديو خاوتي الله أعلم إذا كان حقيقي أم مفبرك. شاهدوا واكتبوا لكم في التعليقات. All kinds of weird shit going on, bud. I'm talking about. Yeah, you saw that shit now. I tried to tell you. Yeah, that's what I'm talking about. That fucking thing going through the atmosphere. That might be the devil's comet. They got something called the devil's comet. Well, here we go. Look that way. Look out there. أما في خبر آخر متابعين، الفيديو للقاعدة الجوية للانتشار التابع للسلاح الجوي الجزائري بعين أميناس قرب الحدود الليبية، مجهزة بمقاتلات وطائرات بدون طيار ومروحية قتالية تقوم بمهام المراقبة الجوية والاستطلاع عبر الشرط الحدودي مع ليبيا لحماية الأجواء الجزائرية من أي اختراقات جوية أو برية. وهذه رسالة قوية جدا من قبل الجيش الجزائري ومن قبل القوات الجوية الجزائرية لأي دولة تحاول المساس بالأمن الجزائري، رسالة إلى ليبيا، رسالة إلى المجرم حفتر والدول التي تدعمه من الخلف والمرتزقات. فالجزائر خط أحمر. شاهدوا متابعين هذا الفيديو. تماشيا والتكنولوجيات الحديثة وبعمل وصرامة والتزام لا محدود ووعيا ويقينا منا بحجم الأمانة الملقاة، تستهدف القاعدة الجوية الانتشار سنوية بالقطاع العملياتي بشمالي شرق إناميناس وبمعادلة بسيطة من الدرجة الأولى، أساسها جاهزية أكبر أو تساوي لضغط المعركة بنتيجة حماية حدودنا الجنوبية الشرقية وفق معايير وأنظم وأسس أمن الطيران العسكري. قائد القاعدة الجوية يعقد اجتماعا تقنيا مع مختلف الإطارات، وهو الاجتماع الذي يسبق كل طلعة جوية. القاعدة الجوية للانتشار الثانوية بإناميناس بإسناد مختلف الوحدات المنتشرة عبر إقليم القطاع العملياتي بشمالي شرق إناميناس إلى جانب حماية المنشآت الاقتصادية الحساسة، وهذا تحت أي ظرف من الظروف. تنفذ مختلف التشكيلات دوريات على طول الشريط الحدودي. تمثل مهامنا في السهر على إبقاء الجاهزية لدورية الفوج الثالث للطيران، وذلك لتلبية النداء في كل الظروف سواء في الليل وفي النهار.
من مهامنا السهر على حماية المجال الجوي من أي اختراقات كانت، الاعتراض وتدمير أي أهداف جوية باختلافها شرطة الجو، وذلك وفقا للقوانين الدولية المنصوص عليها. أيضا الإسناد لمختلف القوات السابقة. والآن متابعينا دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. اتفق الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء على مواصلة الدعم الجهود الثنائية المشتركة إلى حين حصول دولة فلسطين المحتلة على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. ونشرت الرئاسة الجزائرية بيانا قالت فيها أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان تبادل فيها تهاني عيد الفطر المبارك. وأوضح البيان أن الرئيسين استعرضا الأوضاع في قطاع غزة وحللا المستجدات ليتفقا على مواصلة دعم الجهود الثنائية المشتركة إلى حين حصول دولة فلسطين المحتلة إلى على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. وأضافت رئاسة الجزائرية هذا المسعى الذي شكر فيه الرئيس التركي أخاه الرئيس الجمهورية مقدرا عاليا مواقف الجزائر ومبادئها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمجهودة المبذولة على مستوى مجلس الأمن الدولي. ومن جهة أخرى تطرق الرئيسان بالمناسبة ذاتها إلى جودة العلاقات الجزائرية التركية ومستواها العالي والمتميز بحسب المصدر. وأحال مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، فيما قالت واشنطن أن عضوية فلسطين ينبغي التفاوض بشأنها مع تل أبيب وسط رفض إسرائيلي لطلب العضوية الفلسطينية. كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار لنهارنا لهذا اليوم. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا ترك الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وسنلتقي في فيديو آخر بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.